بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد، والنهاردة ان شاء الله حبيت اشارك معاكم فيديو قصير كده على الكتب الجديدة اللي هي بتاعت سنة 2023 ان شاء الله. هي كتب الجديدة، وتعالوا كده نشوف المناهج اللي حصل فيها، ايه اللي اتغير ايه اللي متغيرش. تعالوا يلا كده نراجع كده. وصلني كتاب سنة تالتة إعدادي وكتاب سنة تانية إعدادي. تعالوا كده يلا نعمل عليهم ريفيو كده، نشوف ايه الجديد اللي فيهم، حاجة اتغيرت ولا متغيرتش. ده شكل الكتاب اهو الجديد، ماشي كده. دي نسخة 2023، ماشي. النسخة الجديدة بتاعت العلوم سنة تالتة إعدادي، دي شكل النسخة الجديدة. تعالوا كده نفتح الكتاب كده مع بعض، نمر عليه مرور الكرام كده بسرعة، نشوف ايه الجديد اللي حصل فيه. طبعا هي الوحدات زي ما هي الحركة في اتجاه واحد، 4 وحدات القوة والحركة، تمثيل البيان الحركة في خط مستقيم، الطاقة الضوئية، الكون والنظام الشمسي، التكاثر والاستمرار. هم الـ4 وحدات زي ما هم مفيش أي حاجة. هنا القوة والحركة، ماشي، مفيش أي تغيير. يعني احنا لو جينا نبص على الدرس كده مش هتلاقي في أي تغيير حصل على المنهج. المنهج هو زي السنة اللي فاتت بالظبط. ده بالنسبة لمنهج تالتة إعدادي، ماشي. طيب مفيش اي جديد طرأ على المنهج، هو المنهج هو ماشي. يعني الدرس الاولاني زي ما هو، دي تدريبات اهي على الدرس عشان نلاحظ فينا مهارات التفكير العليا، في اختبر نفسك، ماشي ماشي. الدرس التاني التمثيل البيان للحركة في خط مستقيم، برضو لما نيجي نبص على الدرس برضو الدرس ما فيهوش برضو حاجة جديدة انضافت، يعني هو نفس المنهج بتاع السنة اللي فاتت بالظبط. الدرس ما فيهوش أي حاجة جديدة انضافت، هو نفس المنهج بتاع السنة اللي فاتت بالظبط. لو جينا نبص كده نطلع، نفس المسائل، نفس كل حاجة، ماشي. فايه انا بعمل كده للناس اللي هي بتقول المنهج هيتغير ومش هيتغير. لا، المنهج مش هيتغير، المنهج هو زي بتاع السنه اللي فاتت. فاقصد اقول الفيديوهات اللي على القناه هي نفس المنهج، ما حصلش فيه تغيير، وهو النسخ هي دي النسخ الجديده بتاعت السنه الجديده. هي ما فيهاش اي تغيير حصل، فيش تغيير حصل في النسخ الجديده. كميات الفيزياء القياسيه المتجهه برضو نفس الدرس، ما فيش اي تغيير ولا منهج اتغير ولا اي حاجه، هو نفس المنهج، مفيش حاجة انضافت. لما نيجي نبص عليه السرعة القياسية والمتجهة، تمام، مفيش هنا برضو جديد. طب نبص كده على الوحدة التانية عندنا اللي هي الطاقة الضوئية. هنبص على المرايا برضو، فيها درسين المرايا والعدسات. الدرس الأولاني المرايا مفيش برضو فيه تغيير، أهو مفيش، هو نفس المنهج، نفس المنهج بالظبط، هو مفيش اي تغيير خالص، ماشي. ونفس الفكرة في العدسات برضو مفيش فيها تغيير، المنهج برضو زي ما هو. نيجي نلف لفة سريعة عليه كده، المنهج زي ما هو بالظبط اهو، تمام ماشي. ندخل على الوحدة الثالثة، الكون والنظام الشمسي، برضو ما فيهاش تغيير، هي الكون المجرات عناقيد المجرات، هو نفس المنهج بتاع السنة اللي فاتت، ماشي. نشأة الكون، مراحل نشأة الكون، تمام. عندي بعد كده نظرية نشأة المجموعة الشمسية، الثلاث نظريات، نظرية السديم ونظرية النجم العابر والنظرية الحديثة، هي نفس المنهج بتاع السنة اللي فاتت، تمام. ندخل على الوحدة الرابعة، آخر وحدة عندنا اللي هي التكاثر واستمرار النوع، برضو فيها درسين، الانقسام الخلوي والتكاثر اللاجنسي والجنسي. الانقسام الخلوي هو زي ما هو اهو، الدرس مفيش يعني اي معلومة، مفيش اي يعني جديد مضاف للمنهج، المنهج هو ماشي اهو، تمام. عندي بعد كده الدرس الاخير اللي هو التكاثر، التكاثر
تكاثر اللاجنسي والجنسي، تكاثر اللاجنسي والجنسي برضو مفيش اي جديد انضاف، هي المنهج زي ما هو. التكاثر الخضراء تمام. وانا التكاثر الجنسي التزاوجي تمام، هو المنهج هو هو. يبقى كده نستنتج من هنا ان المنهج هو هو، مفيش اي جديد يعني انضاف على منهج العلوم من سنة تالتة اعدادي، خلاص المنهج بتاعنا هو هو تمام. طيب ده كده بالنسبة للمنهج تالتة اعدادي. تعالوا كده نشوف مع بعض منهج تانية اعدادي، علوم تانية اعدادي. ده برضو النسخة الجديدة اهي، دي النسخة الجديدة بتاعت 2023 سنة تانية اعدادي الترم الاول. يلا كده نفتحها برضو ونشوف في حاجة اتغيرت في المنهج ولا لأ. تعالوا كده نفتح كده مع بعض. برضو هما التلات وحدات اهمت، عندك دورية العناصر وخواصها الأربع دروس، محاولات تصنيف العناصر، تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري الحديث، المجموعات الرئيسية والماء. الوحدة التانية طبقات الغلاف الجوي التآكل، طبقة الأوزون. والوحدة التالتة الحفريات والانقراض. طب تعالى كده، ده طبعا الدرس التمهيدي. الدرس التمهيدي هو زي ما هو اهوت برضو، ما يعني ده مراجعة على مساق يعني اللي انت خدته في سنة أولى. الدرس الأولاني الفعلي هو دورية العناصر. خلاص أول درس اسمه محاولات تصنيف العناصر، ماشي هو الجدول. طيب الدرس الأولاني محاولات تصنيف العناصر اهوت، هو نفس الـ يعني الـ المنهج، مفيش فيه أي جديد، ماشي مفيش فيه أي جديد انضاف، هو المنهج هو هو اهو. ماشي ديت كده اختبر نفسك، ده الجدول الدوري الحديث اهو، حدد موضع العناصر، عناصر الدورة والمجموعة كده. الدرس الاولاني مفهوش اي تغيير حصل. طيب نبص على الدرس التاني برضو يمكن يكون في اي تغيير حصل فيه. الدرس التاني تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري الحديث، ماشي مفيش برضو هنا. الحجم الذري اهوت، السلبية الكهربية ماشي، عندك المركب القطبي، عندك الخاصية الفلزية واللا فلزية، أشباع الفلزية، تدرج خواص العناصر، عندك الخواص الكيميائية، برضو مفيش أي تغيير طرأ على المنهج بتاع سنة تانية. يعني المنهج هو مفيش أي معلومة، مفيش أي تغيير نضاف على المنهج، يعني المنهج زي بتاع السنة اللي فاتت. درس تالت المجموعات الرئيسية في الجدول الدوري الحديث، برضو هو زي نظام السنة اللي فاتت، مفيش أي معلومات جديدة انضافت للمنهج، يعني المنهج هو هو مفيش أي تعديلات على المنهج تمام. طيب عندي بعد كده الدرس الرابع درس الماء. درس الماء نبص كده، الرابطة الهيدروجينية ماشي، خواص الماء، خواص الفيزيائية، عندك خواصر كيميائي الماء، جهاز فولتميتر هوفمان، التلوث المائي، انواع التلوث المائي، يبقى هي زي السنة اللي فاتت. طب نبص كده على الوحدة التانية، الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض، طبقات الغلاف الجوي، لحد الآن مفيش أي جديد. واحنا بنقلب كده مفيش أي تغيير حصل على المنهج، المنهج زي ما هو، يعني منهج السنة اللي فاتت. المنهج اللي انا شرحه على القناه هتلاقيه هو هو، مفيش فيه اي تغيير، مفيش اي تغيير حصل قدامك. ودي النسخه الجديده بتاعه 2023 زي المنهج بالظبط بتاع اللي انا شرحه على القناه، مفيش اي جديد. فاللي عايز يبدا مذاكره من دلوقتي انطلق وابدا ذاكر، وما تسمعش كلام حد يقول لك المنهج هيتغير والمنهج مش هيتغير. النسخ قدامك هي النسخ الجديده بتاعه 2023 اهو. تاكل طبقه الاوزون وارتفاع درجه حراره الارض، ماشي برضو هو نفس المعلومات بالظبط اللي في المنهج بتاع السنين اللي فات بالظبط. هو مفيش اي تغيير حصل في منهج تانية لحد الان. الاحتباس الاحترار العالمي والاحتباس الحراري، الصوبة الزجاجية، الاثار السلبية المترتبة على الاحترار العالمي، نفس المعلومات. طب نيجي هنا، عندك الوحدة الاخيرة عندنا اللي هي الوحدة التالتة، الحفريات وحماية الانواع، هما الدرسين بتوعها، الحفريات والانقراض. درس الحفريات هو زي ما هو بالظبط، فيش اي تعديل برضو على المنهج، نفس المعلومات بالظبط قدامنا هيت. ماشي ماشي
تمام، يبقى كده المنهج هو هو، يعني المنهج مفيش فيه تعديل عن السنة اللي فاتت، ماشي؟ المنهج بتاعنا هو هو بتاع سنة تاني. يبقى كده احنا استعرضنا مع بعض منهج سنة تالتة اعدادي، واستعرضنا مع بعض منهج سنة تانية اعداد، ما فهمش اي تعديل لغاية دلوقتي. لأ خلاص كده، وان شاء الله المرة الجاية هستعرض معاكم منهج سنة اولى اعدادي بإذن الله. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وتضغط لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بأي تعديلات جديدة تنزل، هعمل بها فيديو ان شاء الله على طول، فعشان ينبعت لك اشعار بيه ويوصلك. اوعى تنسى تفعل زر الجرس اللي جنب زر اشتراك. بس كده، كان معاكم مستر ابراهيم السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.